الو هتقول ايه؟ هتهم في لوكسور؟ خليك جنبه هاني جاي على طول. رجعت في حديدك ولا ايه؟ بقول لك ادهم رجع وابوي رايح له ويمكن يتخه. انت هتتخلى عني ولا ايه؟ بقول لك ابوي يمكن يتخه ان انا كمان. بتقول لي في يدك ايه تعمله؟ تيجي وتطلب يدي من ابوي وانا احاول اقنعه. الو حمدي ايه يا مرك يا فرحة يا مري؟ هتقول ايه؟ ادهم بريء. ادهم بريء. امال مين اللي عملها بيت؟ مين؟ تحدث يا بنت. احب على رزقك يا عم، احب على رزقك نفكر بالعقل يا اخوي ونحلها. خلاص وقت العقل راح، الغلط جاي من عندينا واحنا اللي لازم نصلحه. وحد الله يا اخوي دي بنتك كانت بدي حتى دماغي في الطين، وهتفضل دماغي في الطين طول العمر. تعال سدها يا عم. اسمعي ولي، هما كلمتين حنقولهم ليكي، لو طلعتي ورايا هيكون آخر يوم في عمرك، ولو خرجت من باب الدار ما تعودوش تاني. تعالي تعالي. أحب على رجلك يا عم، أحب على رجلك يا ناس. دناي يا ناس بنتي بتروح بنتي. خبر يا سامي يا بنتي، أني بفكر في إيه دلوقتي؟ يوم ما اتولدتي يومها الداية خرجت من عند أمك وخدت البشارة ومشت، وأنا خدتك في حضني ولفيتك وجريت بيك لحد دار جدك. الدار دي كانت فرحتي بيكي أكبر من فرحتي بمحروس ابني يوم ما اتولد. ما كنتش خابر في يوم من الأيام إن انتي اللي تنزلي راسي في الطين. ليه يا بنتي؟
وين عقلك؟ وين ضميرك؟ لكن حكولي طريق ولازم نمشي فيه للآخر. احنا أول اللي مشوا فيه ولا آخر اللي حيمشوا فيه. هو سؤال، هو سؤال واحد، سؤال واحد بس. مين اللي عملها يا بنتي؟ انت يا بنت، مين اللي عملها؟ نظيفة طول عمرها. تعالي تعالي يا بنت، تعالي. عمي جابر وين؟ عمي جابر وين؟ اتكلم يا مرات عمي. ادهم بريء، سامي حكت له على كل حاجه. هو مرضيش يتكلم، ما كانش عاوز يعمل لبنت عمه مشكله. يا ريته كان اتكلم، يا ريته يا ولدي كان اتكلم. يعني ايه؟ جابر عارف كل حاجه، خد ضايع وراح. راح وين؟ خدها وراح وين؟ راح يغسل عرف، راح يموت ضناي. احب على يدك يا ولدي، احب على يدك. الحاجة 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 ضناي. جابر يا جابر، مين مين؟ انتو مين؟ لحقت تنسى يا جابر؟ انتو سلمتوا خلاص؟ ايه اللي جابكم تاني؟ عمرنا ما متنا يا جابر، احنا عايشين معاك وجواك طول المدة دي.
انتوا التنين غلطتوا في حقي، كان لازم تدفعوا الثمن. كذاب، انت اللي غلطت في حقي. كان ذنبه ايه ولدك اللي في بطني؟ تقتلوا ليه؟ ليه؟ انتوا عاوزين ايه دلوقتي؟ عملوا ايه؟ كفايه اللي جراني. تفتكر سامية غلطت يا جابر؟ لا، سامية جات الدنيا دي عشان تدفعك ثمن اللي عملته طول عمرك. داين تدان يا جابر. الغلط الغلط لازم يدفع الثمن، حتى لو كان الثمن حياته. صح، مالكش عزيز، دي بنتك يا جابر. بنتي ما صنتش عرضي عشان كده، لازم تدفع الثمن عشان كده، لازم تموت زيكم. وهتقدر تعيش بعدها يا جابر؟ دي بنتك برضه. بعد عني، حملوني حملوني لحالي. وتفتكر لو حملناك يا جابر هتقدر تعيش؟ فكر يا جابر، فكر وافتكر، أذيت مين ولا مين؟ وكم بيت اتخرب بسببك؟ وكم عيل اتيتم عشان انت عاوز كده؟ وكم حرمة؟ كم حرمة اترملت عشان انت بس؟ انت بس مش راضي عن جوزها. علي جابر، علي جابر، جابر وحد عبد الوهاب كبير الناس وامضتها ولي الاقول. رحت وين؟ وين؟ يلا بدي بص الناحية التانية. تاني يا احمد؟ يا ريتها وافقت. طب طالما رفضت تشيل الموضوع من دماغك وريح نفسك. رفضها علقني بيها اكتر، قربني منها. يا احمد انت بتهرب كده من حياتك، بتدور على اي حاجه تغير بيها الروتين اللي انت عايش فيه. جرى يا حلمي، وانا عيل صغير عشان مش عارف احكم على مشاعري. انا بحبها يا بني ادم. من كام مره اللي شفتها فيهم دول يا احمد؟ اعجل يا احمد. ما كفايه انا عاجل باجي طول عمري عايش عاجل، خدت ايه؟ نفسي اتجن مره،
نفسي اغلط زي بقيه الخلق، يمكن الاقي سعادتي في الغلطه اللي هعملها دي. مش عارف اقول لك ايه، فاتحها كلمها يمكن تقدر تقنعها. ما هو ده اللي مجنني من ساعه ما رفضت حلمي وانا عمال اطلبها في التليفون، تليفونها مقفول على طول. رحت لها مره الاوتيل ما لقيتهاش موجوده. مش عارف اقول لك ايه. طب ما عرفتش هي رافضه الفكره ليه؟ هي حاولت تفهمني يعني انه في حد تاني في حياتها، بس انا ما اقتنعتش، شكلها كده كان بيكذب. طب وهتكذب ليه؟ ما هي كانت بتحبي حد تاني بجد. كيف بس؟ اذا كانت هي اعترفت لي بلسانها انها بتحبني انا، وبعدين كمان كانت بتبكي وهي بترفض. يبقى ما فيش غير انك تقطع عرق وتسيح دمه، تروح لها تصارحها، اقعد في الفندق لحد ما تشوفها، المهم توصل معاها الحل، يا يا لا، المهم يا احمد توصل لحل. عندك حق يا حلمي، انا هروح لها فعلا زي ما بتقول، وحقطع عرق واسيح دم. مدام علا فين؟ حضرتك مين؟ مدام علا فين؟ انت ازاي حضرتك جيت هنا؟ في الريسبشن ما قالكش ممنوع تيجي هنا دلوقتي؟ حضرتك مين علشان تمنعني اشوفها؟ انا الدكتور بتاعها ومن حق امنعك. الدكتور بتاعها؟ ايوه، مدام علا بتحتاج ترتاح بعد ما تاخد جلسه الكيماوي لانها بتبقى مجهده جدا. كيماوي؟ هي مدام علا للاسف ايوه، وحالتها متاخره جدا. انا اسف يا دكتور، ممكن تسمح لي اشوفها؟ بس هي دلوقتي نايمه وفي اجهاد كبير عليها. انا مش هجهدها، اوعدك اني مش هجهدها، بس لو تكرمت من فضلك اشوفها دقيقه واحده وهمشي على طول. حاضر. اتفضل. امير تعال يا امير. نشفتي يا دمعتي، نشفتي يا دمعتي، والحزن ليه ليه ليه، الحزن ليه لين. عرفت دلوقتي بقى انا ما كنتش عايزه اجوزك ليه؟ ما كنتش عاوزاك تشوفني وانا كده. اه ده السر اللي كنت مخبيه عليا. طب ليه ما قلتليش؟ كان نفسي آخر مرة تشوفني فيها أكون كويسة، بس حظي وحش وحظك أنت كمان وحش، لأنك هتعيش بذكرى مؤلمة طول عمرك. والجديد وانت قلتيها قبل كده، اللي زي اتكتب عليه يعيش متعذب طول عمره. احمد انا عاوز اطلب منك طلب، اوعدني انك تاخد بالك من ولادك، خدهم في حضنك، ما تخسرهمش لاي سبب من الاسباب، حتى لو كان والدك، حتى لو كانت العادات والتقاليد لازم تغيرها. اسمع كلامي. طب ارجوك ارجوك ما تجديش نفسك. عاوزك كمان توعدني بحاجة، تبقى تطمن على شيماء. شيماء ما كانش ليها حد في الدنيا غيري. عاوزك توقف جنبها في فرحها، وانا عارفه ان انت هتعمل بالوصيه. طب احب على يدك، بلاش الكلام ده، بعدين انت هتحضري فرحها بنفسك، هتحضري فرحها وتشوفيها وهي لابسه عروسه وتاخديها في حضنك، وان شاء الله هتحضري فرح عيالها كمان. تضحك عليا ولا على نفسك يا احمد؟ خلاص ما عادش فاضل. اوعدني يا احمد. اوعدك. وعاوزك توعدني كمان
لما تخرج من الباب ده ما ترجعش هنا تاني، ولما يحصل هخلي المحامي بتاعي يبلغك. حاضر حاضر يا علا. أنا همشي من هنا وجروحي زايدة جرح جديد، بس عايزك تعرف حاجة. عارفة يا علا، رغم الفترة القصيرة اللي أنا عرفتك فيها ورغم إن أنا ما شفتكيش غير كام مرة، لكن انت عملت مني احمد عبد الجليل جديد. طب يلا بقى، يلا روح، يلا. حاضر حمشي اهو حمشي. يلا امشي، ما تصعبهاش عليا وعليك. اشوف وشك بخير. المرة دي مش هقدر أوعدك. طيب يا علا، أنا همشي، بس عايزك تعرف حاجة مهمة. أنا أفضل فاكرك طول عمري. ربنا يديك طول العمر. مع السلامة يا ناي. بتقول ايه يا باشمهندس؟ بقول مفيش فرح يا بوي. ندى بنتي مش هتتجوز احمد. هي قالت لك؟ عينيها قالت لي. سكوتها قال لي كل حاجه فيها كانت بتنطق وتقول لا الا لسانها. ده بيتهيألك يا باشمهندس ندى ما تكسرش كلام ابدا. يا حاج عبد الجليل، ما تسيب البت تعيش حياتها، ما فيش داعي تخليها تدفع تمن غلطه هي ملهاش ذنب فيها. لا، طول ما انا عايش محدش هيقدر يخرج عن طوعي، محدش يقدر يكسر كلامي. ومحدش عايز يكسر كلامك يا بوي، بس خلاص العمر ما عادش فيه، سيب العيال بقى يعيشوا حياتهم. نفس كلامك زمان. وهنا في نفس المكان ده أنا اللي طلعت الصح وأنت اللي طلعت غلط. مين عالم؟ مش يمكن لو كنت عشت التجربة للآخر كان زماني دلوق عايش في بيت واحد مع عمو سيف؟ سيف. آه يا ولدي، ده أنت ما شفتش يا أبوه سيف كان حالته إيه؟ لما عرف ان امه عايشه وان احنا كلنا فضلنا مخبيين عليه الحقيقه العمر ده كله. وما قلتلوش ليه ان ده كان لصالحه وصالحك وصالح الكل؟ لانه ما كانش لصالح حد يا ابوي ولا لصالح انا، بس انا مش مهم.
المهم هم، المهم اللي جاي. اللي جاي، الجاي لازم أن يتبني على راح. العيلة من أيام جد الكبير عاشت تحافظ على تقاليدها وعاداتها، على هيبتها وسمعتها، لأن وصلت للأمانة، وأنا لازم أن أحافظ عليها لآخر يوم في عمري. طب عشان خاطر أنا يا أبوي، أديني فرصة ما أطلعش من طوعك. هتقدر تعملها تاني يا أحمد؟ على نين عيني يا أبوي، بس أنت لو ما وافقتش ما قداميش حل تاني. والله براو عليك، تربيتي صح كانت في مكانها. طب طب نحب على يدك يا ابوي، نحب على يدك، ارضى عنيهم، ما تسيب العيال يا ابوي، سيبهم يعيشوا حياتهم بطريقتهم. وان قلت له يبقى هاخد بنتي ونخرج من الدار ده واصل. تتكلم كانها موافقاك. انا متاكد انها موافقاني، وحسبت لك كده. يا ندى، ندى تعايا، ندى تعايا يا بنتي، هسألك سؤال وتجاوبيني عليه قدام جدك. انت موافقة ان احمد يبقى جوزك؟ ما سمعتش ردها يعني، ما قالتش حاجة. قولي قولي يا بنتي، يا بنتي ده مفيش حاجة في الدنيا دي كلها تستاهل انك تعيش بقية عمرك وقلبك مكسور زي ابوك. قول يا ندى، انت موافقة ان احمد يبقى جوزك ويتقفل عليكم باب واحد؟ برضك ما قالتش حاجة. انا قلت لك بيتهيألك يا ولدي. يا ابوي يا بنتي، قولي قولي له، ريحي قلبك وقلبي. براه عليك يا دكتورة، براه عليك يا بنتي، كنت متأكد انك ما هتكسريش كلامي. يا ندى يا ندى يا بنتي، الحقي روحك وقولي له. انت لو قلتي له هتحلي مشاكل كتير. ما تتعبش نفسك يا باشمهندس، خلاص. ما تبكيش يا بنتي، أنا مش زعلان منك. يظهر إن أنت بقيتي صورة من أبوك يا أحمد عبد الجليل. يا خسارة يا ندى، يا خسارة. لكن أنا من واجبي يا أبوي إن أقول لك إن فرح أدهم ولدي وولدك بعد بكرة. معرفش ليه كان عندي إحساس إن إحنا هنروح الفرح ده كلنا مع بعض، أنا وإنت والدكتورة. لكن يظهر إن أنا كنت غلطان. مش جديدة، ما أنا طول عمري كنت غلطان، طول عمري كنت غلطان، طول عمري. كفاياك يا بنتي،
كفاك دموع. قولي لي هندا، مين اكتر واحد بيعزك في الدنيا؟ انت جد. ومين اكتر واحد يهمه مصلحتك؟ انت مرتك يا جد. انت مريداش احمد مش كده؟ مش هتزعل مني يا جد؟ لا لا يا بنتي مش هزعل. خلاص قلتيها قلتيها وسمعتها بقلبي. أنا أسمع يا جدي. قوم يا ندى، قوم الحق أبوكي، قولين إن جدي يحضر الفرح. قومي. سامحني يا جدي، سامحوني كلكم، ما قدرتش، الزمن تغير، الزمن ده غير زمنكم، ما قدرتش أقف قصاده، ضعفت، سامحوني.
بعد. لا تعال جنبي يا احمد، ما تخليش حاجه تفرق بيننا. ما فيش حاجه ممكن تفرق بيننا، واصل يا حاج. خير يا ابوي؟ بتضحك على ايه يا حاج؟ الدنيا تضحك عليها، هي اللي تضحك عليك. اخطرش في بال ابدا انه حياتي يوم اشترك وياكم في اللي صممتم عليه، جواز الولد بالطريقة دي. ايه يا ابوي، انت ندمان ولا ايه؟ لا ابدا والله يا ولدي، لكل اللي عند اللي جوايا راح انتهى بمجرد ما شفت الفرحة اطفت من عينين الولد والسعادة حواليهم من كل ناحية. ربنا يخليك ليهم دايما يا ابوي، ربنا يخليك. تعرف يا ابوي، انت مرة قلت لي كلمة، الكلمة دي عمرها ما راحت عن بالي واصل. كلمة ايه يا ولدي؟ قلت لي انه اي اب يتمنى يشوف ولده اسعد منه. اهي الكلمة دي هي اللي ادتني الامل انه حياتي اليوم اللي تحس بيا وبولادي وتخلينا ناجي كلنا هنا ونفرح وياهم وانت قاعد في وسطينا القعدة دي. الزمن، الزمن يا ولدي، الزمن بيغير، غيرني وغيرك وغير كل حاجة حوالينا، حتى الفراح شكلها تغير. قال لي قول لي صحيح يا ابوي، فرحك على امي كان شكله ايه؟ امك، امك انا اتفاجئت بيها ليله الدخله. كنتش اعرف اسمها. ابويا قال عليها امي راحت خطبتها. كانت النسوان تبى في ناحيه والرجاله في ناحيه ثانيه. او جابوا مغنواتي قاعد يغني على الربابه طول الليل اغنيه واحده. اغنيه واحده طول الليل؟ ليه؟ اغنيه ايه دي؟ سلم علي. سلم علي، سلم علي لما قابلني وسلم علي. ولدي يا ولدي سلم علي، سلم علي، سلم علي لما قابلني وسلم علي. ولدي يا ولدي سلم علي، وسلم علي، سلم علي لما قابلني وسلم علي. يا ولدي سلم علي.